الكبير في هادشي كله هو اننا كنبنيو الديمقراطيه في بلادنا. الكبير هو اننا خصنا نخرطوا جميعا كاغلبيه معارضه نبنيو التنميه في المدينه ديالنا، وهذا هو المعركه الحقيقيه. ماشي غادي ننجح فيها انا بوحدي ولا غادي ننجح فيها العداله والتنميه بوحدها، راه ميمكنش. بلادنا اختارت تعدديه، العالم العربي كيغلي، حنا الحمد لله في نعمه وامن وامان والخيرات كتزاد. علاش؟ لان اخترنا التعدديه من النهار الاول، واخترنا التعايش فيما بيناتنا. حنا صعاب، عندنا اعراق ربما اصعب من دول اخرى، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى انعم علينا الحمد لله بالنظام الملكي ديالنا منذ دخل المولى ادريس. هو المغرب موحد الحمد لله بهذه القبائل المختلفه، كان 12 قرن حنا الحمد لله كندبروا الامور ديالنا بهذه الاختلافات وبهذا العرق ديالنا، ولكن اننا كنتعايش كمغاربه جميعا، واخا ما نعرفوش اللغه ديالنا مع بعضنا. والان انه في اعلان انه اللغه ديالنا الاصليه راه تدسترت ونزلت في المدارس، لان هي الاصل ديال اللغه ديالنا واللي خصنا نتعلموها كاملين. وانا واحد منكم غادي نرجع لك ولكن صعيب.